يا صباح الخير والسعادة على جمهور نادي الزمالك، جمهورنا العظيم. مشاهدينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وشمس يوم جديد لبرنامجكم نهارك أبيض لحلقة يوم الأحد 13 نوفمبر 2022، حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم نهارك أبيض. خلونا في البداية وقبل أي شيء نقدم خالص التعازي والمواساة وكافة المشاعر الطيبة وكافة مشاعر المواساة في ضحايا الحادث الأليم، حادث سقوط أتوبيس المنصورة بالأمس واللي كان بينتقل امبارح من مكان للتاني ومحمل بالمواطنين والطلاب على طريق متغمر المنصورة بالقرب من مدينة أجا بجنوب محافظة الدقهلية. حادث أليم، والحقيقة يعني شفنا ضحايا كتير جدا أبرياء ملهمش أي ذنب، طبعا شباب وفي أطفال وفي كمان ناس من أسرة واحدة، 5 أو 6 أفراد من أسرة واحدة. دي حقيقة حاجة صعبة جدا وأمر موجع جدا جدا، خالص التعازي ليهم، ربنا يصبرهم ويصبر عائلاتهم ويجعلها آخر الأحزان يا رب. كمان بالمناسبة المواساة بنواسي واحد من أهم الناس الموجودة داخل منظومة نادي الزمالك وفريق كرة القدم بنادي الزمالك، كابتن مصطفى ميلا مسؤول المهمات، في وفاة أخوه الحاج فهمي. بنبلغه طبعا خالص التعازي من برنامجنا ومن قناة نادي الزمالك. قبل ما نخش في موضوعاتنا في البداية أهلا بيك يا إنجي، طبعا حادث صعب جدا، حادث المنصورة امبارح. اكيد اهلا بيك يا احمد واهلا بكل الساده المشاهدين. طبعا بقاء لله، بنعزي انفسنا في المقام الاول على اهالينا وعلى اخواتنا في الحادث الاليم ده، ربنا اكيد يرحمهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته ويصبر اهلهم وذويهم. الحقيقه انه الحوادث اللي زي كده بتكون مؤلمه جدا، يعني بتألم جدا لما بشوف حاجه زي كده والنوع ده من الحوادث بالذات. و بحسب بيان محافظة الدقهلية فللأسف السواق زي ما عرفنا كان بيتكلم في التليفون وكان للأسف مش مركز، وكمان الركاب اللي هم الضحايا حذروه، حاولوا ان هم ينبهوه ان كان في عربية جاية في الاتجاه المعاكس قصاده، لكنه ما خدش باله للأسف غير بعد فوات الأوان، فحاول ان هو يحدف او يعني يروح الناحية التانية بالأتوبيس، فنزل طبعا في المية ونط هو من الأتوبيس وساب الضحايا وساب الناس الركاب يغرقوا. للأسف ده نتيجة الإهمال، يعني ده ما ملوش حل غير الإهمال البشري، الاستهتار بأرواح الناس، الرعونة في إن أنت تحافظ على الناس اللي هم في مسؤوليتك، اللي أنت سايق بيهم والمفروض إن هم في مسؤوليتك. كل ده مش هينتهي غير بالقوانين، قوانين رادعة لو طبقت بشكل كبير أو بشكل أكبر من كده يمكن الحوادث اللي زي دي تقل بشكل كبير جدا، عدد الضحايا أو عداد الضحايا الأبرياء ده يتوقف. مرة تانية خالص التعازي والمواساة، ربنا أكيد يصبرنا كلنا على هذا الحادث الأليم. اللهم آمين يا رب. ويعني لو اتكلمنا النهاردة في هنتكلم في قيمة مهمة جدا في حلقة النهاردة وفي مقدمة حلقة النهاردة، وهي قيمة مهمة قوي، وهي قيمة إنك تصدق نفسك، تآمن بقدراتك. امبارح شفنا في إنجلترا الدنيا اتقلبت في آخر جولة في البريمير ليج. هنستعرض معاكم طبعا كل النتائج وكل الأخبار بتفاصيلها في فقرة نهارك عالمي، ولكن الموضوع ماشي بشكل غريب جدا، الدوري ماشي بشكل غريب جدا السنة دي. سيبكم من أي حاجة، اللي لافت نظر الناس كلها ولافت نظر الكثيرين أرسنال نادي مصدق نفسه من أول الموسم، ماشي كويس جدا، متصدر جدول الترتيب. بيتريقوا عليه وزي ما قلت كده من كام يوم انه بيقولوا عليه ده الفيل اللي طلع على الشجره ففي اي وقت هيقع، فكله مستني ان الفيل ده هيقع. بقول لك الجوله اللي جايه بيبقوا مستنيين ده، بقول لك لا هيقع وما بيقعش. لا، مع الوقت ارسنال مش فيل، ده فريق عارف هو عايز ايه، فريق ثابت مكمل في طريقه، متصدر مع قرب انتهاء الدور الاول تقريبا، اكتر الفرق تحقيقا للفوز، اقوى دفاع مع فريق نيوكاسل اللي بعتبره برضو واحد من مفاجآت الموسم ده تحت الإدارة السعودية. والشيء الأجمل إن أرسنال في كل المباريات الكبيرة مش بس بيكسب، لا بيبقى هو الطرف الأفضل في المباراة، سواء أمام ليفربول، أمام تشيلسي، أمام توتنهام. يمكن الاستثناء الوحيد أمام مان يونايتد، وسبحان الله هو خسر كورة ونتيجة، يعني أداء ونتيجة ما كانش كويس خالص في مباراة مانشستر يونايتد، اللي بالمناسبة بيقدم موسم صعب جدا جدا مع المدير الفني تنهج زي ما احنا متابعين. صحيح يا احمد. ولو هنتكلم على ارسنال فالسنه اللي فاتت ارسنال تلقى صدمه كبيره جدا بعد ما كان قريب جدا جدا من ان هو يتاهل لدوري ابطال اوروبا وان هم يفنشوا في التوب فور، لكن هم في اخر جوله زي ما احنا عارفين خسروا المركز الرابع لصالح توتنهام واللي راح طبعا مكانهم الشامبيونز ليج. لكن رغم كده ارسنال ما يقسش ولا فقد الثقه في نفسه، والموسم ده واللي بيحصل في الموسم دوت من ارسنال لحد دلوقتي ده ما جاش من فراغ الحقيقه. اللي تابع الفيلم الوثائقي بتاع ارسنال All or Nothing اللي اتعمل عن الفريق واللي نشر كمان كواليس كتير جدا من الموسم اللي فات عن الفريق وعن اللي حصل وازمه اوباميانج الشهيره واللي محمد النني كمان نجمنا المصري اتكلم عنها وكان ليه راي فيها بخصوص ازمه اوباميانج. كل اللي في الفيلم ده كان ملخصه حاجه واحده بتؤكد حاجه واحده، ان في مشروع مدير فني، في دعم كامل من الكل للمشروع ده، في تصميم على الثقه فيه، وقد كان وحصل الموسم ده وشفنا نتائجه الموسم ده. مدربين كتير جدا مروا على ارسنال الفتره اللي فاتت دي من بعد رحيل فانجر، اكيد كانوا في مدربين اكيد كانوا مميزين جدا، لكن كلهم بلا استثناء فشلوا ان هم يسيطروا على مجموعه الفريق. السيطره على مجموعه الفريق ما كانتش كامله للاسف، لحد ما جه ارتيتا. ورغم انه ارتيتا يمكن اصغر المدربين سنا، جه الفريق وهو عنده حوالي 38 سنه، لكنه كان قادر بشكل كامل ان هو يسيطر على اوضه اللبس وخلى الفريق بالكامل تحت سيطرته وتحت ادارته وقراراته ما كانتش بيتراجع عليها سواء الاداره او ملاك النادي. وهنا بتيجي اهميه وقيمه المدير الفني اللي يخليك تصدق نفسك، تامن بقدراتك وامكانيه ان انت تقدر تنجح. موسم عظيم الحقيقه للارسنال الموسم ده، الكل بيتمنى لهم الاستمراريه لحد ما يقدروا ان هم يحققوا لقب، اكيد لو تم تحقيقه هيكون لقب تاريخي لو تم طبعا وكمل للنهايه. دي جزئيه مهمه جدا، وفكره الثقه والدعم يا انجي اللي ما تتغيرش ولا بتهتز قواعدها بتغير مثلا النتيجه او باي كوبه او بخساره مباراه. إدارة أرسنال حطت مثلا كل ثقتها في أرتيتا، دلوقتي بتحصد ثمار هذه الثقة، فريق متصدر ثابت ومعاه في دوري أقوى دوري في العالم، معاه أقوى وأعتى الفرق في أوروبا. أنت بتتكلم على منافسين زي السيتي، ليفربول، تشيلسي، توتنهام، مان يونايتد. الدروس اللي زي دي لازم نتعلم منها ولازم نطبقها كمان، مش نتعلم منها بس. فريقك طالما بنيته صح وهو ماشي على اساس سليم وتراك مظبوط، اوعى تفقد الثقه فيه ابدا، اوعى تفكر في انك تهده مهما كانت في خساره، مهما كانت في اي كبوه. هنروح بعيد ليه؟ لو جبنا المثل ده على نادي الزمالك، فريق بطل متوج في اصعب الظروف بثنائيه دوري وكاس 2021، قدم موسم صعب جدا، موسم تقدر تقول عليه موسم ملحمي، حوله من قمة اليأس لعز المجد، ومن توقعات ناس كتير جدا انه يفشل لتحقيق نجاح الكل اتكلم عليه انه نجاح مبهر. كل ده تحت قيادة مدرب قدير جدا جوزفالدو فيريرا، حول لك دفة الموسم، فلما يجي نفس الفريق بنفس المدرب مستواه يتراجع او يخسر مباراة اوعى تقول لا يلا نهد ونبني من جديد، لا. الهد سهل جدا على فكره انك تمشي حد لكن البنى هو اللي صعب. طالما فريق اتبنى مع اداره فنيه مميزه، واحنا كمنظومه هنا منظومه نادي الزمالك، وبقصد هنا كافه عناصر المنظومه، اداره، جمهور، اعلام، واثقين تماما في فرقتنا في مدربنا انهم قادرين من جواهم انهم يصححوا المسار، يعملوا موسم ان شاء الله مميز يتوجوا بيه انتفاضه الموسم اللي فات ان شاء الله. صحيح. وانت عارف يا احمد الشبه كمان بين ارسنال، زي ما كنا بنتكلم التشابه بين ارسنال وبين الزمالك موجود في حاجات كتير قوي، مش بس في الالوان، يعني حتى تلاقوا الزملكاويه كتير جدا بيحبوا بيشجعوا ارسنال، ومحدش مننا كمان كزملكاويه ينسى ان دوري لا هزيمه الايقوني اللي حققه الجانرز في البريمير ليج تواكب للصدفه مع موسم اللا هزيمه للزمالك برده في مصر، موسم 2003 2004 اكيد الموسم اللي ما يتنسيش ابدا. فده برده كان من اوجه التشابه بين الزمالك وبين ارسنال. طيب سامو قوس، النهارده في حلقتنا هنستعرض مع حضراتكم محاور مهمه جدا لاي مصري، اي حد مهتم بقيمه بلده وبصورتها اكيد اللي بتعبر عن حضاره عظيمه جدا اختارها العالم كمكان لمناقشه مصير الكوكب وقضايا المناخ. بالتاكيد هنتكلم عن مؤتمر قمه المناخ وكمان الفوائد اللي اكتسبتها من اقامتها من اقامه هذا المؤتمر في بلدنا الحبيبه مصر. عشان كده هيكون في ضيافتنا النهارده الكاتبه الصحفيه استاذه هبه عبد العزيز، هنتكلم بشكل مفصل اكتر عن مؤتمر قمه المناخ كوب 27. ان شاء الله يبقى كلام مهم جدا، وكل الناس باذن الله تتابع فقره سهم وقوس. دلوقتي خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحه الرياضيه ونروح لفقره اقرا الخبر. فيريرا الخبر البدايه كالعاده مع نهارك زملكاوي. ومن اول اخبارنا من عند استقبال مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لسفير صالح مولتوشان سفير تركيا في مصر بمكتبه خلال زياره قام بها الاخير للقلعه البيضاء بالامس السبت. حرص احمد مرتضى منصور عضو مجلس الاداره على استقبال السفير التركي فور وصوله الى مقر النادي وفي حضور اللواء علاء مقلد واحمد دعبس عضو مجلس الاداره، بالاضافه الى المستشار احمد جلال ابراهيم رئيس اللجنه الرياضيه والمستشار شريف حسين نائب المدير التنفيذي. بعدها توجه السفير التركي الى مكتب المستشار مرتضى منصور اللي استقبله بترحاب شديد، وتم اهدائه درع وعلم نادي الزمالك، ثم اصطحبه في جولة داخل نادي الزمالك، وكمان لعب معاه ماتش أو جيم كده لتنس الطاولة. من جانبه أشاد السفير التركي بمنشآت النادي التطور الكبير الحاصل في نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه بيعشق نادي الزمالك وبيشجعه. من فتوح نروح لخبر آخر خاص بالأباتشي شيكابالا صانع ألعاب وقائد الفريق، واللي بيواصل خلال الفترة الحالية البرنامج العلاجي الموضوع ليه للتعافي من الإصابة اللي اتعرض ليها خلال الوقت اللي فات، وكانت عبارة عن كدمة في مفصل الكتف. شيكا هيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القادمة عشان نطمن على ما وصلت ليه الإشاعات وإصابته، وبعدها يتحدد بشكل نهائي وفقا للأشعة والفحوصات موعد انتظامه في التدريبات مرة تانية، واللي هيكون خلال اسبوع او 10 ايام بالكثير. كلف مستر فيريرا المدير الفني للفريق مساعده اندريا فيليب سوزا مخطط الاحمال بالفريق باعداد برنامج بدني وتاهيلي خاص للاعبين للبدء فيه فور العوده للتدريبات يوم الاثنين اللي جاي بعد انتهاء الراحه السلبيه. طلب فيريرا من سوزا انه يعمل البرنامج التأهيلي والبدني ده انه يتم على مراحل خلال الفترة المقبلة، وده عشان يتم تجهيز اللاعبين على افضل مستوى خلال فترة التوقف الحالية. ده طبعا استعدادا لما هو قادم في مشوار الفريق في البطولات، وبالتحديد البداية امام المصري في كاس مصر يوم 26 من هذا الشهر. في آخر أخبارنا دلوقتي إنه إن شاء الله بكرة هيكون في جلسة بين أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وبين البرتغالي مستر فيريرا المدير الفني للفريق عشان يناقشوا بعض الأمور الخاصة بالفريق. خلال الجلسة دي هيتم كمان الترتيب لكافة الأمور الخاصة بالفريق استعدادا للفترة المقبلة من تدريبات وإمكانية كمان خوض مباريات ودية من عدم، وكمان أخرى طبعا في إطار الاستعداد للفترة القادمة. دلوقتي خلونا نروح فاصل سريع، بعدها هنرجع فيه للأخبار العالمية وفقرة نهارك عالم. دلوقتي تعالوا نروح نظبط ساعتنا مع بعض، نتعرف على خريطة أبرز مباريات النهاردة ونرجع مرة تانية. اهلا بكم من جديد وفقره نبض 100 عقبه. خلونا نروح دلوقتي في بث مباشر من داخل نادي الزمالك، ناخد زميلتنا المميزه علا القائد من قلب 100 عقبه تعرف نتعرف منها آخر الجديد داخل مدرسة الفن والهندسة. علا، نهارك أبيض. يا علا، أهلا بيكي. اهلا بيكم زملائي الاعزاء، ونهاركم ابيض بخطين حمر. زميلنا العزيز احمد علي وزميلتنا العزيزه إنجي يحيى، طبعا زي ما متعودين موجودين معاكم النهارده داخل نادي الزمالك، لكن تحديدا في الصاله المغطاه لكره اليد سيدات. يكون معانا ومشرفنا كابتن آسم ابراهيم المدير الفني لكره اليد سيدات، هيعرفنا ويقول لنا على اخر تطورات الفريق وكمان عن استغلال فتره التوقف ليه. برحب بيك الاول وبصبح عليكم نهارك ابيض بخطين حمر. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على احمد وانجي، منورين دايما نهارك ابيض. طبعا احنا في فتره توقف دلوقتي يا كابتن وفتره اعداد، طبعا بيبقى حضرتك قلت لنا طبعا قبل كده بنشتغل على المهارات الفرديه، وبيكون لينا تعليق طبعا عن فتره التوقف ازاي نقدر نستغلها يعني افضل استغلال بحيث ان احنا نفضل في المقدمه باستمرار. هو بص حضرتك، احنا دلوقتي في فتره امتحانات اللي هو الميد تيرم، فاحنا بنستغل المجموعه اللي هي بتمتحن ايام مختلفه وبتبتدي نشتغل معاهم فترات صباحيه لتنميه المهارات الفرديه، عشان برضو بنقول ان احنا لما نرجع تاني الدوري الممتاز او الدوري لما يرجع بعد بطوله افريقيا للسيدات يوم 19 هنبتدي ان احنا نخش جوه الدوري، فيبقى احنا جاهزين بلاعيبتنا ان شاء الله باذن الله. قولي حضرتك، بطوله افريقيا فيها كام لعيب من عندنا؟ كام عندنا؟ 3 تقريبا سيدات عندنا 3 هو. بس انا يعني احكي حاجه صغيره بس على بالنسبه للرياضه النسائيه بتاعت كره اليد المصريه، ان احنا بدايه تكوين فريق نادي الزمالك بعد المستشار مرتضى منصور ما ادانا تعليمات ان احنا نعمل فرقه كره يد سيدات لنادي الزمالك من ابناء النادي، ابتدينا تكوينها من 3 سنين. من 3 سنين ابتدت المنظومه لكره اليد للسيدات تختلف كتير جدا، سواء جوه الملعب او بره الملعب، او الفكر ان هم يكونوا منتخب اول للسيدات. فكان لينا احنا السبب في ان احنا عملنا الشراره دي جوه كره اليد للسيدات، فمن خلال الكلام ده احنا ابتدينا نشتغل على البنات مواليد 2000 وابتدينا نشتغل معاهم. لكن لما نيجي نتكلم بقى على منتخب مصر والانجاز اللي عملوه في مباراه تونس، والحمد لله رب العالمين فوزنا في تونس، احنا عندنا 3 بنات مشاركين، سهيله خالد، ساره يحيى، مريم عمر، وكانوا اسكور الفريق في مباراه تونس الحمد لله رب العالمين. فده يعني عارفه ايه، مؤشر يقول ان نادي الزمالك ولاده جايين، يعني نصبر عليهم شويه لكن ولاده جايين. بس الفرقه دي او فرقه نادي الزمالك محتاجه بطوله، لو خدت بطوله الفرقه دي هتقعد هتبقى خبراتها بقى على فترات، لان احنا فرقتنا برضو حديثه التكوين، يعني كل اللي لينا 4 سنين بخلاف الفرق الثانيه اللي موجوده عشرات السنين موجودين. لكن احنا بنقول ان احنا السنه دي لو ربنا كرمنا ببطوله الفرقه دي هتقعد مدى طويل جدا تحصد بطولات. في صفقات عندنا جديده او حاجه، ولا احنا خلاص دلوقتي ما عندناش صفقات جديده لسه؟ صفقات جديده حصلت في اول الموسم واستقرينا الحمد لله رب العالمين، جبنا احتياجاتنا كلها واستقرينا، ومستنيين بقى اللي هو لحد 25/1 اللي هي الفتره اللي هتقفل فيها فتره القيد، اذا كان في حد لسه ما تأيدش، بس هيكون مميز طبعا لان احنا خلاص داخلين على دوري او فينش موسم، هيبقى ليه الاسبقيه ان هو يبقى موجود بينا. ما كانش احنا بندور دلوقتي في اولاد النادي اللي هم 2004 و2006 عشان نصعد، عشان نعمل برضو قاعده ونعمل تواصل بين المجموعه اللي هي الشابات الناشئات وبين الفريق الاول للدرجه الاولى. هنستغل حضرتك بقى النهارده، اتكلمنا عن موضوع اعتزال الدولي لاحمد الاحمر، طبعا هو يعني اعتزل دوليا مش اعتزل اللعب خالص، لكن عايزين نتكلم عن شايف الموضوع ده ازاي، وشايف حضرتك كان المفروض يعتزل دوليا ولا شايف الموضوع اكتر ازاي؟ هو كان احمد اعلن قبل كده تقريبا بسنه او سنه ونص، وكنت انا من المؤيدين ليه ان هو لا لازم يكمل تاني جوه الدوري وجوه منتخب مصر، لان منتخب مصر محتاجه ومحتاج شخصيه زي احمد الاحمر بمهاراتها وبقيادتها، حتى لو هو أداؤه البدني بيقل جوه المباريات، بس أنا أعرف أستغله فترات معينة جوه المباريات إن أنا أخلي الفرقة بتعلى بوجوده. لكن هو في الأول والآخر هو طبعا قراره، لأن بيني وبينك هو برضه بني آدم وإنسان وعايز يعيش حياته. الرياضة خدي بالك بتاخد من وقته كتير جدا جدا جدا، وسفره دايما على طول في معسكرات، وأولاده بسم الله ما شاء الله دلوقتي كبروا محتاجينه موجود، وهو عايز يعيش بقى حياته يعني. لكن إن هو يبطل خالص دي احنا لسه مش مصدقين الحق، لا 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 مش عايزين، لسه مكمل مع الزمالك، مكمل مع نادي الزمالك محليا. لكن دوليا اعتقد في الوقت اللي هيحتاجه فيه المنتخب اكيد احمد هيروح وهيلبي الندى، واكيد هيبقى احسن بكتير جدا عن الفترات السابقه. موجه لحضرتك الشكر، وموجه طبعا لكابتن احمد الاحمر كل الشكر والتقدير والاحترام كمان، وبصبح عليك يا كابتن وشكرا لحضرتك، ونهارك ابيض بخط الحب. نهارك فل، نهارك فل، ودايما منورين نادي الزمالك، ودايما متالقين كده على الاعلام المصري ان شاء الله. ماشي يا فندم، بشكركم جدا زملائي الاعزاء، ده كان لقائنا داخل نادي الزمالك، وبالتاكيد عوده ليكم مره اخرى. اشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه علا القائد، شكرا جزيلا. تعالوا دلوقتي نروح لاخبار نبض 100 عقبه واللي تاهل فيها الفريق الاول لكره السله بنادي الزمالك لمنافسات نصف نهائي بطوله دوري المرتبط بعد فوزه المستحق على نظيره طلائع الجيش بنتيجه 67-64 في المباراه اللي جمعتهم على صاله محمد حسن حلمي. طبعا ده كان ضمن مواجهات دور ال8 للبطوله. نجح فريق سله الزمالك في فرض سيطرته على مجريات اللقاء وتحقيق الفوز والصعود كمان للدور قبل النهائي من البطوله، بالرغم من وجود عدة غيابات من العناصر الأساسية عن الفريق طبعا عن المباراة. بكده هتلتقي سلة الزمالك أمام الأهلي في نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، واللي هتتلعب ماتشاته أيام 16 و 18 من نوفمبر الجاري في الإسكندرية. كشف أحمد حسنين المدرب العام لفريق الجودو بنادي الزمالك على أن الاتحاد المصري للعبة قرر تأجيل بطولات الجمهورية لنهاية شهر نوفمبر الجاري للأعمار السنية وناشئين وشابات 13 سنة 15 سنة و16 سنة. أضاف كابتن حسنين أن قطاع الجودو بنادي الزمالك بيتميز بوجود الكثير من المواهب القادرة على رفع اسم النادي في كافة البطولات. كمان قال كابتن حسنين أن قطاع الجودو حقق الكثير من البطولات في المواسم السابقة بعد الدعم الكامل من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور. دلوقتي خلونا نروح بيكم على مداركم الافتراضي ونروح لفقرة الشارع الأبيض. اهلا بيكم في الشارع الابيض. تعالوا على طول نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن لاعب تتوقع تألقه مع الزمالك بعد فتره التوقف، وكمان حاجه تتمناها من مستر فيريرا بعد العوده للمباريات. تعالوا كده نشوف اراء جمهورنا على السوشيال ميديا والناس اللي بعتت لنا على السوشيال ميديا. اول حد بعت لنا أنا نونا بتقول صباح الورد عليك يا إنجي، وبتصبح علي أنا كمان. شكرا يا نونا. أتوقع تألق السيسي والزناري وسامسون أكينيولا، وكل الدعم والتوفيق لنادينا العظيم، الدوري وأفريقيا يا زمالك. محمد مصطفى بيقول بيصبح علينا، صباح الفل يا محمد. بيقول اتوقع تألق مصطفى شلبي، لاعب موهوب وهيفرق جدا معانا. اتمنى من البراف الضغط الهجومي على المنافس من بدايه اللقاء لارباك حسابات المدير الفني للخصم، واللاعبين بيهدروا فرص سهله كتير خلال اللقاء يجب استغلالها، وان شاء الله موفقين ان شاء الله يا محمد. نعمان بيقول صباح الخير عليكم وعلى قناتنا ومذيعينا الجمال. شكرا جدا يا نعمان. اتوقع توهج جميع اللاعبين وابراهيم انداي ومصطفى شلبي والسيسي اقوى الصفقات اللي هتفيد النادي، وبامر الله افريقيا السنه دي بتاعتنا. صباحكم ابيض بخطين حمر. صباحك ابيض يا نعمان. خلود مؤمن بتصبح علينا، بتقول صباح الخير والسعاده على ايقونات الاعلام العربي احمد وانجي. شكرا يا خلود. بتقول اتوقع تألق عمرو السيسي مصطفى شلبي والزناري ويوسف حسن وحاتم سكر، وان شاء الله كل الخير للملكي باذن الله. اتمنى من البراف يعالج الاخطاء اللي بيرتكبها اللاعبين، والتزويد من الجرأه الهجوميه والتسديدات على المرمى وسياسه التدوير. عيسى بيقول صباح الخير عليك يا احمد. صباح الخير يا انجي، بشكرك جدا يا عيسى. اتمنى تألق الفريق بالكامل، ونركز الفتره المقبله وندعم الفريق، لان بطوله افريقيا والدوري محتاجين تركيز ودعم. اتوقع تألق شلبي وسامسون، وان شاء الله يفرحوا الجمهور بحصد افريقيا والدوري. تحياتي ليكم ولكل فريق العام. شكرك جدا يا استاذ عيسى. نشكرك يا عيسى وبنشكر كل الناس اللي دايما بيبعتوا لنا على هاشتاج نهارك ابيض وبيشاركونا رايهم في موضوع حلقتنا دايما في نهارك ابيض. اما الان هنطلع لفاصل قصير هترجع لكم بعديه انجي في فقره سهم وكوس اللي منورنا فيها النهارده الكاتبه الصحفيه الاستاذه هبه عبد العزيز في سهم وكوس. بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. اهلا بيكم من جديد. وصلنا لاخر فقراتنا فقره سهم قوس. قدر العالم ان مصر هي اقدم حضاراته، قدر مصر كمان ان هي تكون ام الدنيا قولا وفعلا. عشان كده ما كانش غريب ابدا ان مصر المحروسه تكون مكان لمناقشه مصير كوكب الارض ومصير قضايا العالم ده ومخاطر كمان اللي بتهدد بقائه وبتمثل تحدي للاجيال الجايه في المستقبل. عن مكاسب مصر من مؤتمر المناخ واللي نقدر نبني عليه من تداعيات الحدث الضخم ده، تعالوا نروح دلوقتي لضيفتنا العزيزه اللي منورانا في استوديو نهارك ابيض الكاتبه الصحفيه الاستاذه هبه عبد العزيز. اهلا بيكي. اهلا بيكي انجي. تسلمي. لو هنتكلم عن مؤتمر المناخ، عايزه اعرف وجهه نظرك في الصوره الحضاريه اللي ظهرت عليها مصر خلال الاسبوع ده. بصي، خلينا نقول مبدئيا كده انجي ان فكره انعقاد مؤتمر بالحجم ده وبالاهميه دي وما بين قوسين كمان بالظروف الداخليه والعالميه اللي بيمر بيها العالم كله سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي، ده في حد ذاته ان مصر تستضيفه في اللحظه دي انا شايفه ان ده مكسب يعني يمكن هنقول من اهم او ضمن اهم المكاسب اللي مصر قدرت تحققها. ده يعني بالتوازي كمان مع الاهتمام بقضايا تغيرات المناخ والكلام كمان عن المشاكل اللي بنمر بيها العالم كله بيمر بيها المناخيه، اكيد برضو خرجنا بمكاسب اقتصاديه، مكاسب دبلوماسيه، مكاسب بيئيه كمان خارج كمان القضايا اللي كنا بنناقشها عن تغيرات المناخ. اكيد طبعا، زي ما كنت لسه بقول انه فكره ان احنا نستضيف مؤتمر بالحجم ده ومصر تعقده في هذه الظروف الصعبه طبعا على مستوى العالم على كل المستويات، فده في حد ذاته مكسب كبير جدا لينا. يمكن زي ما كنت لسه بتقولي انه حققنا مكاسب اقتصاديه، في مكاسب اقتصاديه طبعا جت من السياحه. احنا يعني عندنا مشاركه 196 او 197 دوله تقريبا في حوالي 33,000 حاضرين للمؤتمر، فده في حد ذاته يعني انا لسه كنت بقرا امبارح انه مطار شرم يعني بالبلدي كده هو مش ملاحق لدرجه انه في طيارات كتير ورحلات بتيجي على مطارات ثانيه وبعد كده بتروح على شرم. على المستوى ايضا بقى البيئي، على المستوى السياسي كمان فكره انه يعني عارفه كنت لسه بتتكلمي انه مصر يعني شئنا ام ابينا هي اقدم حضاره على وجه الارض ولا زالت بتؤدي دورها ده، ففكره ان هي تستضيف المؤتمر هي بتثبت ده برضو للعالم في ظل الظروف الصعبه اللي العالم بيمر بيها. فالحقيقه احنا يعني على كل المستويات كسبانين جدا جدا من استضافتنا للمؤتمر ده. ويمكن كمان علشان كانت القمه اللي فاتت اللي هي القمه رقم 26 الحقيقه هي نادت بعدد من التوصيات المهمه جدا، ولكن هذه التوصيات لم تدخل الى حيز التنفيذ، فيمكن عشان كده ما بين قوسين برضو بنقول انه القمه دي بنقول عليها قمه التنفيذ، لانه مصر فعلا بتسعى جاهده جدا ان هي يعني من خلالها تنفذ التوصيات اللي كانت في القمه اللي فاتت، وكمان بنشتغل على يعني صدور توصيات جديده وبنعمل على تنفيذها. شيء عظيم جدا. وكمان من الحاجات برضو اللي استفدنا منها فكره عنصر جذب الاستثمارات بقى سواء الدوليه او الاقليميه، دي برضو حاجه مهمه جدا اكيد مصر استفادت منها خلال مؤتمر قمه المناخ. ايوه، يمكن علشان كنت لسه بقول انه احنا مشارك يعني عدد كبير جدا جدا من الدول، يمكن دي اول مره نستضيف مؤتمر بالحجم ده حوالي 197 دوله من جميع انحاء العالم في 33,000 مشارك. وكنا احنا لسه يعني بنعقد المؤتمر الاقتصادي يمكن من فتره قريبه جدا جدا. فكره ان هم على ارضنا النهارده وبيشوفوا ده بقى، عارفه اللي شاف غير اللي سمع يعني، فبيشوفوا انه بيشوفوا الامن، بيشوفوا الطرق، بيشوفوا بدأ تحولنا فعلا للاقتصاد الاخضر. فاعتقد ان ده هيبقى شيء مشجع جدا للمستثمرين ان هم يجوا، او حتى عارفه انجي مش اللي موجودين هنا، ممكن يمكن اللي موجودين شويه ناس ليها علاقه اكتر بالتغيرات المناخيه، ولكن فكره السفراء اللي هيسافروا بعد كده وهينقلوا ده في دولهم ووسط اهلهم واصدقائهم، اعتقد ان ده هيكون يعني عنصر جاذب بشكل غير مباشر للاستثمار في مصر. وكمان برضو من النقط المهمه جدا اللي عايزين نتكلم فيها على انه فكره تواجد الوفود الاجنبيه دي كلها وعدد كبير من رؤساء الدول طبعا حول العالم ده ممكن يعمل على ترويج الصناعه كمان عندنا في مصر، المنتجات المصريه، الحرف المصريه، الحاجات دي اكيد هتكون نقطه مهمه جدا ان احنا نتكلم فيها ونوضحها اكتر للمشاهدين. اكيد انا لسه كنت بقول لك اللي شاف غير اللي سمع، فيمكن انا كنت في شرم لسه من قريب وشفت الحقيقه كان يعني بعض التحولات الهائله، وبمناسبه بقى ان انت بتتكلمي عن الصناعه فشفت الباصات او الاتوبيسات اللي هي بتمشي بالكهرباء دي شيء، يعني كل الاتوبيسات اللي موجوده حاليا موجوده في شرم بتمشي بالكهرباء. في الحقيقه فكره يعني حاجات كتيره جدا هو يعني الضيوف او المتواجدين هم هيشوفوها موجوده، يمكن مش مرتبطه بشكل مباشر بالصناعه ولكن ايضا بشكل غير مباشر هتؤدي برضو الى انه ممكن اكيد طب شفتي ازاي بقى، يعني لو هنتكلم عن الصوره جميله جدا لاستقبال نانسي بلوسي رئيس الكونجرس الامريكي، كلامها كمان الايجابي جدا في المؤتمر والكلام عن العلاقات او الاهميه الكبيره اللي بتوليها الولايات المتحده الامريكيه اكيد للعلاقات مع مصر، وكمان تواجد الرئيس الامريكي بايدن وحضوره للمؤتمر اكيد حاجه عظيمه جدا، اكيد حاجه مهمه جدا، اكيد بتدل على الاهميه الكبيره لمصر. اكيد بصي الصوره كلها على بعضها الحقيقه صوره مشرفه جدا. يمكن الحديث يعني تحديدا عن امريكا وحضور الرئيس الامريكي واللقطه اللي انت ذكرتيها دي تحديدا يمكن احنا شفناها سواء على مستوى الحديث السياسي او حتى على مستوى الشكل الودي اللي طلعت بيه مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه ده بيظهر صوره برضو يعني الحقيقه مشرفه جدا لمصر، وبيظهر برضو مصر بالثقل بتاعها اللي احنا متعودين عليه. ويمكن حديث كمان الرئيس الامريكي يعني احنا شفنا ان هو سبورتد جدا او داعم جدا للقضايا المصريه بقى فيما يخص قضايا المياه، فيما يخص ايضا قضايا الخاصه بالاستثمار وجذب الاستثمار ايضا. يمكن شفنا رسائل كثير او رسائل مصر للعالم من خلال مؤتمر قمه المناخ، كان في رسائل كثير ورسائل واضحه، لكن كان ابرز الرسائل دي اوضحها انه ده وقت الاهتمام بكوكب الارض. أكيد. ده مش وقت الصراعات ولا وقت الحروب، لازم كلنا نكون ايد واحده عشان نهتم بكوكب الارض. يمكن ده اللي انا بدات بيه حديثي، اللي انا قلت انه يعني فكره استضافتنا في حد ذاتها للمؤتمر في ظل الصراعات والحروب اللي موجوده، في ظل الازمات الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم، في ظل ايضا انتشار ازمه زي ازمه كورونا الصحيه يعني اللي بتجتاح العالم للسنه اعتقد الرابعه حاليا. شايفه انه ده الحقيقه شيء يعني عظيم جدا جدا. ويمكن كمان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن تطرق امبارح في كلمته مع الرئيس الامريكي لفكره كمان حقوق الانسان، استراتيجيه مصر اللي احنا عملناها لحقوق الانسان. فشايفه انه الامور دي كلها الحقيقه يعني مهمه جدا، يعني بتدعم الدور اللي مصر فعلا بتقوم بيه على مدار تاريخها الريادي، ويمكن في الفتره دي بشكل باين جدا للعالم كله سواء بشكل مباشر او غير مباشر زي ما كنت بقول لك. مؤتمر زي ده في اللحظه دي شايفه انه ده من ضمن ادوات القوه الناعمه الحقيقه اللي يعني بتخدم جدا جدا على الدور الريادي المصري. اكيد. طيب فكره بقى ردود افعال الصحف ووسائل الاعلام الغربيه عن التجمع دوت وعن المؤتمر العظيم دوت اللي اقيم في ارض مصر، فكره تناقل بقى الاخبار ديت، الناس بره بقى ايه الاخبار اللي بتتكتب عن المؤتمر دوت وعن استضافه مصر لهذا الحدث؟ شوفي انت دايما يعني الناس كلها بتشوف انه كتير في طبعا نظريه المؤامره او دايما بتبقى احداث او اخبار سلبيه اكتر اللي بيتم تداولها، لكن الحقيقه اللفت للنظر جدا انه المره دي كميه الاخبار الايجابيه او الصوره اللي تم نقلها في الصحف العالميه زي ما كنت لسه بتتكلمي والقنوات العالميه الحقيقه يعني النسبه كبيره جدا تحدث بايجابيه عن المؤتمر، نقل الصوره الحقيقيه طبعا ده باستثناء يعني بعض الصحف المغرضه والقنوات ايضا المغرضه اللي نقلت بعض الاحداث وحاولت تفخيمها وتضخيمها وتكبيرها على انه يعني انه في ازمات موجوده في المؤتمر او في مشاكل، وطبعا ده كلام كان عادي تماما يعني من الصحه. ولو قارنا كده يعني هنقول مثلا انه المره دي لو هنقول بنسبه 90 ل 10 90% كانت اخبار ايجابيه واخبار الحقيقه يعني مفرحه جدا ومشرفه جدا، ويعني بتخدم على يعني الحقيقه المجهود الكبير جدا اللي ما زالته مصر سواء على المستوى التنظيمي او المستوى المعنوي، وايضا على المستوى المادي كمان لاستضافه المؤتمر ده. 10% يمكن او اقل كمان كانت زي ما بقول لك لسه بقى من يعني اصحاب الاجندات والقنوات اللي هي المورده واللي هم يعني لا يريدوا خير لمصر يعني. طيب الفتره الاخيره دي لو هنتكلم عن مصر، فمصر في الفتره الاخيره دي بقت تحسيها بقت بوابه افريقيا، يعني لحل اي ازمات، حل اي مشاكل، بقت على طول مصر بقت بوابه افريقيا في مبادرات حل الازمات والمشاكل. شايفه حاجه زي كده قد ايه مهم؟ مصر يمكن خلال الفترة اللي فاتت تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة يعني بتعود لريادتها تاني في المجال الأفريقي. يمكن احنا كنا فعلا للأسف الشديد بعدنا عن أفريقيا لسنوات، يعني بسبب ظروف يمكن سياسية أو اقتصادية مفيش يعني مجال أو مساحة إن احنا نتكلم عنها دلوقتي. لكن الحقيقة من حوالي 7 سنين تقريبا وفي اهتمام شديد جدا جدا بأفريقيا، وليس أدل على ذلك يعني من إنه حضور الرئيس أبي احمد رئيس اثيوبيا للقمه دي برغم الخلافات اللي موجوده. فشايفه الحقيقه انه ده يعني شيء كويس جدا، وده برضه بيؤكد على دور مصر الريادي في القاره الافريقيه ودورها الداعم جدا، وخاصه لو احنا بنتكلم عن مؤتمر زي مؤتمر المناخ. بنتكلم عن انه احنا يعني افريقيا بيمر فيها طبعا نهر النيل، ومصر يعني داعمه جدا جدا للقضايا اللي خاصه بالموارد المائيه. صحيح. طيب خلينا لو هنتكلم بشكل ابسط كده ومبسط للناس اللي بيشوفونا دلوقتي، احنا كشباب في جمهوريه جديده ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ مطلوب مننا كتير جدا الحقيقه. يعني بصي، على الرغم من انه الموضوع يبدو ان هو جديد او يبدو احيانا يا انجي ان هو بعيد عن الناس، شايفه انه ايه التغيرات المناخيه دي حاجه بعيده عننا، الا ان هو ببساطه كده زي ما كنت بتقولي عشان نبسط للناس كمان، يعني المناخ متعلق يا جماعه بكل حاجه، يعني متعلق بينا من اول ما بنصحى بنتنفس الهواء اللي احنا بنتنفسه لغايه لما بننام. طيب احنا كشباب مطلوب مننا ايه؟ مطلوب اولا مننا ان احنا نحاول ان احنا يعني نتسلح بالوعي اكتر في الموضوع ده فيما يخص بقى يعني التحول للاخضر، الاقتصاد الاخضر، الاقتصاد الازرق، فكره الاحتباس الحراري، فكره يعني الحاجات دي، بس محتاجين ان احنا شويه نتثقف فيها او نقرا عنها شويه بس عشان يبقى عندنا وعي في الموضوع. شايفه يعني هيبقى دورنا كبير وهيكون اكبر خلال الفتره اللي جايه، بس شايفه انه دور الشباب مش بمعزل ابدا عن دور بقى المؤسسات اللي هي المفروض هتخدم عليه، زي المؤسسه الاعلاميه، المؤسسه التعليميه ايضا، ودورها المهم جدا جدا في ايصال ده يعني للنشأة، علشان الشباب يعني الاطفال دول هم قاده المستقبل. فلو بندخلهم في المناهج التعليميه، والحقيقه مصر خدت خطوات مهمه جدا في ده، يعني زي تدريب بعض المعلمين على فكره التغيرات المناخيه وايصال ده من خلال المناهج. فشايفه الحقيقه انه ده شيء مهم جدا، يعني هيصل يعني يمكن ما نجنيش ثماره دلوقتي اللي هو الخاص بالتعليم تحديدا، ولكن يعني فيما بعد. لكن المؤسسه الاعلاميه بقى تحديدا انا شايفه الحقيقه ان هي ليها دور مهم جدا جدا في الفتره دي، وهي فكره نشر الوعي والثقافه اللي كنت لسه بكلمك فيه. فيما يخص بقى المناخ وزي ما كنت بقول التحول الاخضر، وان احنا ازاي نقدر نحافظ على الكوكب بتاعنا، ازاي ان احنا نقدر نحميه من التغيرات المناخيه اللي هي للاسف الشديد جدا بتؤدي لكوارث كبيره، وده اللي لازم بقى نبدا ان احنا نتكلم فيه ونوصله للناس بشكل مبسط. طب لو هنتكلم نقول انه برغم الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بتمر بيها مصر، ومش بس مصر الحقيقه العالم كله بيمر بظروف اقتصاديه صعبه جدا، ازاي نقدر ان احنا نعدي المرحله دي في سلام، وخصوصا انه يمكن الدوله بتبذل اقصى جهودها الحقيقه عشان تعدي الازمه الصعبه ديت؟ والله يا انجي بصي، يعني على قد ما فعلا احنا بنمر، يعني احنا مش بمعزل عن العالم طبعا، وبنمر فعلا بازمه اقتصاديه يمكن زي اللي بتمر بيها دول تانية، بس هو مش وجه ابدا من وجوه المبالغه ان احنا نقول ان احنا الحمد لله بجد بخير. يعني انا هذكر لك مثال بسيط كده جدا يمكن نقرب بيه بس يعني المشاهدين او المستمعين، انه الحمد لله احنا على قد ما في ازمه اقتصاديه، ولكن يكفي جدا انه كل المواد متوفره، كل المواد الغذائيه، كل الحاجات اللي احنا محتاجينها اكيد اسعارها بقت اغلى، ولكن كفايه ان الحاجات دي متوفره. انا يعني عندي اصدقاء بره بيحكوا لي انه بيتكلموا في دول يعني زي دوله زي المانيا مثلا، في دول اوروبا، في امريكا حتى، انه للاسف الشديد بدا بعض السلع تختفي، في سلع موجوده ولكن باسعار مبالغ فيها جدا جدا. فانا شايفه انه فكره ان احنا حتى اللحظه دي قادرين ان انه يكون عندنا كل حاجه موجوده ومش بنعاني من نقص في اي شيء، يعني حتى في السلع الثانويه مش بس السلع الاساسيه. شايفه الحقيقه انه ده مش جاي كده ولا بالصدفه، ولكن بجد يعني وراه مجهود كبير جدا سواء من الحكومه او حتى من المواطنين برضو اللي هم مستحملين بجد ظروف صعبه. فشايفه انه دي يعني نقطه حلوه ومضيئه يعني في حقنا احنا كشعب وفي حق الحكومه الحقيقه الحاليه. محتاجين احنا نعمل ايه كشعب وكشباب كمان؟ محتاجين نعمل ايه الفتره ديت عشان نقدر ان احنا، اكيد في ناس كتير مقدره الظروف انها ظروف صعبه وان ظروف في العالم كله بيمر بيها، نصيحتك ايه بقى للشباب؟ بصي انا مش بحب اتكلم في نصايح، بس يعني شايفه انه احنا محتاجين بجد شويه بعيدا حتى عن الازمه دي ان احنا نبتدي نبص شويه لعاداتنا الاستهلاكيه، احنا نرشد الاستهلاك شويه، لانه برضو احنا للاسف الشديد هتلاقي ان في جزء كبير يعني، ودي بالاحصاءات وبالدراسات ما يقرب من 30 لحوالي 40% بتروح في سلع غير ضروريه بالمره. ويمكن التجربه برضو الحاليه يعني هي خلت الناس تتوجه لده فعلا، ان هي تبدا تصرف بس في الاساسيات او في الضرورات، ولكن برضو احنا محتاجين ان احنا نتعامل مع الموضوع بوعي شويه اكتر، وان احنا نبتدي فعلا ان احنا يعني عارفه نبص على الليسته كده بتاعه المشتريات بتاعتنا ونطلع منها السلع الثانويه، وهو ده كده كده هيحصل يعني. فشايفه انه دي يمكن من نقطه ممكن بس محتاجين ان احنا ناخد بالنا منها. طيب يعني احنا على مشارف دلوقتي خلاص منتدى شباب العالم، وانتي حضرتي قبل كده نسخ منتدى شباب العالم قبل كده، قولي لي اهميه اقامه حدث زي ده على ارض مصر، وكمان فكره الوفود الاجنبيه انطباعها ايه عن النسخ السابقه من منتدى شباب العالم؟ شوفي انا يمكن يعني الكلام ده الحقيقه انا كررته اكتر من مره ومش بامل ابدا من تكراره، يعني انا كان قدام عيني كده كان في ناس مش هتتصوري، يمكن لما بحكي الكلام ده في ناس بجد بتتخيل ان ده ضرب من ضروب الخيال، لكن في ناس بجد فعلا كانت قبل ما تيجي تشوف مصر يعني شايفه انه مصر فيها جمال، مفيش وسائل مواصلات، مفيش فنادق 5 نجوم، حتى فكره انه المراه المصريه ان هي يعني مظهرها ده او هي بتلبس ممكن احدث الموديلات او شكل، يعني كل الكلام ده كان في ناس كتير متخيله ان مصر او ارض سينا واهرامات وجمال لسه يعني بدو شويه بالظبط. اكتر كمان من كده انه كان في صوره للاسف الشديد سلبيه جدا متصدره في وسائل الاعلام، وكأن سينا دي ارض بتحترق وعباره عن عربات مفخخه والاعلام اللي هي بتاعت داعش والكلام ده. الحقيقه لما جم وكنا يعني وشافوا ده على ارض الواقع وحضروا الفعاليات الرائعه جدا لمنتدى الحقيقه شباب العالم في ال3 أو ال4 نسخ اللي فاتوا، انا كنت بشوف ده الحقيقه بعناية وبسمعه منهم، انا كنت ببقى بجد في منتهى السعاده، في منتهى السعاده بقى فيما يخص يعني على المستوى الوطني، على مستوى انه يعني انه انا حد مهتم بشؤون المراه ومتخصصه في ده تحديدا، فكنت سعيده جدا انه صوره المراه المصريه اللي كانت مغلوطه تماما واصله بشكل يعني مش حقيقي ابدا، انه الحقيقه في يعني بنات وستات كتير شافوا الموضوع، اجانب طبعا شافوا الموضوع بشكل تاني مختلف. فكره الفعاليات كمان اللي كانت بتتم بقى في منتدى شباب العالم والتوصيات اللي بيطلع بيها، فالحقيقه ده كان شيء جميل جدا. ويعني اتذكر انه يمكن احنا ما كناش حاسبين ان احنا هنعمل النسخه الثانيه او الثالثه او الرابعه، احنا كنا يعني عاملين اول نسخه تم اطلاقها وبعدين قلنا يعني لسه ما كانش محدد انه حاجه تتعمل يعني في المستقبل، لكن خليني اقول لك انه صدور النسخه الثانيه والثالثه ده كان الحقيقه يعني بتوصيات طلعت من الوفود الاجنبيه اللي كانت موجوده اكتر حتى من الوفود المصريه والعربيه، ان هم كانوا حابين ان هم يكرروا زيارتهم تاني لشرم الشيخ، حابين ان هم يجوا مصر تاني، وكانوا مستمتعين بده على يعني على كل المستويات. الحقيقه بقى اللي بيلفت نظري انا وبحس انه يعني شيء يعني بجد شيء جميل جدا انه ايا كانت الاعداد اللي بتحضر سواء كانوا 5000 6000 حتى لو كانوا 10000، الموضوع مش بيتوقف يا انجي عند الرقم ده، ولكن كل دول سفراء لما بيرجعوا بلدهم بعدين، وانا كنت بسمع ده انه بيتفقوا مع اصحابهم، بيتفقوا مع المجموعه بتاعتهم في الشغل، بيتفقوا مع قرايبهم انه هم هيجوا تاني، وكنت بسمعهم هم بيتكلموا عن مصر وهم بيطلعوا لايفات وبيصوروا ده. الحقيقه شيء يعني عارفه بجد شيء حلو، يعني تحسي انت على المستوى الوطني كده انك فخوره قد ايه بجد ببلدك، وفخوره ان احنا قادرين نعمل برضو. يعني خلي بالك في لحظه صعبه، يعني يمكن زي ما كنا بنقول احنا مش عايزين نبعد عن السياق الحقيقه الصعب جدا اللي بيمر بيه العالم، سواء على مستوى السياسي، مستوى الاقتصادي، مستوى ايضا الصحي. فكون ان مصر تقدر تطلع بمنتدى زي منتدى الشباب، تطلع بمؤتمر زي مؤتمر المناخ، ده بيؤكد على دورها الريادي، بيؤكد على انه هي بلد الامن والامان، بغض النظر بقى عن النتائج اللي هتطلع بعد كده من المؤتمرات دي. شايفه انه ده كمان من ضمن اهم ادوات القوه الناعمه الحقيقه اللي احنا قادرين ان احنا دلوقتي بنوريها للعالم. يعني يمكن كلامك ده فكرني باكتر من كرنفال عظيم حصل في الفتره اللي فاتت، منهم نقل موكب، نقل المومياوات الملكيه، قد ايه كانت حاجه جميله جدا، حاجه مشرفه، وحاجه من الحاجات اللي زي ما انت قلتي نقلت او وضحت الصوره الحقيقيه لمصر بشكل مختلف عند الغرب. ويمكن بحس انه اللي ساعد في حاجه زي كده كمان السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بيكون ليها اهميه كبيره جدا في نقل الاحداث اللي زي كده. طب دي فرصه كويسه عشان نتكلم عن يعني السوشيال ميديا بشكل ايجابي، لانه للاسف الشديد طبعا يمكن قلة الوعي برضو بتخلينا نستخدم السوشيال ميديا بشكل سيء جدا، أو نصدر الأخبار السلبية، نصدر اليأس، نصدر البأس، الحاجات اللي هي للأسف الشديد يعني بنفخمها ونضخمها على حساب الحاجات الإيجابية. فالسوشيال ميديا هنا الحقيقة في مثلا لو هنتكلم على نقل المومياوات، الحقيقة دي كانت مهمة جدا جدا جدا، لأنه أنت عارفة احنا 2022 ده عصر الإنترنت، عصر السوشيال ميديا، ما عادش عصر ساتلايت خالص. كم حد لو عملنا بالنسب حتى كده والاحصاءات، كم حد اتفرج على ده في التلفزيون او عبر الساتلايت، وكم حد بقى تنقل الفيديوهات والمقاطع دي من خلال السوشيال ميديا. تنظيم مصر للموكب ده تحديدا، وكمان يمكن كان افتتاح طريق الكباش في الاقصر، يمكن الحدثين دول الحقيقه يعني بالبلدي كده يعني ودوا مصر بجد بره في حته ثانيه. يعني زي ما كنت لسه بقول لك احنا يمكن من 2011 تحديدا واحنا بنعاني في يعني تحسين صوره مصر بره، لانه ما بين حاجتين، ما بين انه دايما اخبار سلبيه بيتم تناقلها سواء على المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي، يعني وكل يعني المشاهدين مش بمعزل عن ده ابدا. وكان في للاسف الشديد اجندات كتير لقنوات ودول طبعا واجهزه استخباراتيه معاديه طبعا، وبتحاول ان هي تظهر ده وتفخم وتضخم منه، اذا ما كانتش كمان بتزيف الحقائق يعني. ودي طبعا من ضمن حروب الجيل الرابع. لكن الحقيقه نقل مصر لحاجه زي كده بالصوره الحضاريه الرائعه جدا دي، يمكن يعني اتذكر انه في موكب المومياوات تحديدا احنا شفنا اولا يعني على المستوى الإعلامي كان قد إيه رائع، وكان يعني مهني جدا جدا. على المستوى حتى إظهار المرأة المصرية، شفنا المطربات أو المغنيات الأوبرا، شفنا المذيعات حتى ولبسهم، كل حاجة الحقيقة كانت بتعبر بشكل رائع جدا ودقيق جدا عن الهوية المصرية، وعن إنه إحنا يا جماعة يعني في اللحظة الصعبة اللي بيمر بيها العالم ده إحنا لسه مصر، وإحنا أصحاب حضارة، ومش أصحاب حضارة بس مجرد كلام، ولكن كان بالفعل كمان. يمكن ده كمان كان عنصر جاذب جدا للسياحه برضو يعني. هقول لك سريعا كده، انا يمكن بيبقى ليا زياره للاقصر او للجنوب بتبقى كل سنه، يمكن يعني للاسف الشديد خلال السنوات اللي فاتت يمكن 4 5 سنوات انا كنت ببقى حزينه جدا، لانه كانت نسبه الاشغالات يعني تكاد تكون منعدمه تقريبا، يعني انه الاوتيلات والفنادق مش قادره حتى ان هي تجيب الارباح بتاعتها او تكسب. انا لسه بحجز عشان مسافره، يعني اللي هو فحصل عندي بعض يعني باخر لان لظروف الشغل شويه، فبيكلموني من هناك انه ما فيش اماكن، يعني احاول ان انا التزم بالميعاد اللي انا حاجزه فيه، لانه بجد ما فيش اماكن وفود سياحيه كتيره جدا هناك. فالحقيقه عايزه اقول لك ده يعني كانت من ضمن الحاجات اللي بجد فرحتني انا بشكل شخصي، وشايفه انه ده ما جاش من فراغ، ولكن من يعني مجهود كبير جدا على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي خلال سنوات. ويمكن يعني فعلا موكب نقل المومياوات الملكيه كان حدث عظيم جدا، واكيد ساهم في ترويج السياحه بشكل كبير جدا. كمان مؤتمر المناخ اكيد هيكون ليه برضو تبعات هايله في الفتره الجايه. دي كل دي من ادوات القوى الناعمه بجد. صحيح. ومصر بقى لها فتره ناجحه جدا في الاهتمام بالموضوع ده، وان شاء الله نشوف مصر بتستضيف ايفنتات كبيره وعالميه زي كده ان شاء الله في الفتره اللي جايه. يعني خلينا نقول حاجه بقى ممكن كمان يعني نقول للناس يعني انه برده يعني الصبر كويس. يعني احنا اكيد مش النهارده هنعمل مؤتمر او كنا بنعمل ده مثلا من 7 سنين او من 5 سنين، فخلاص يعني متوقعين انه هنلاقي النتيجه بتاعته بكره بقى، جذب استثمار، جذب سياحه. ولكن في حاجات اللي هي لا تؤتي ثمارها، يعني عارفه في حاجات في الاجل المتوسط وفي حاجات على المدى الطويل. فالحقيقه يمكن احنا يعني الثمار اللي احنا بنؤتيها دلوقتي، يمكن زي ما كنت لسه بضرب لك مثال بالسياحه، ده بيقول انه ده يعني الصبر اللي احنا صبرناه وشغل ومجهود اللي فاتت دي اكيد كلنا لازم نقف جنب بلدنا في الفتره دي. ربنا يحفظ بلدنا مصر ان شاء الله ونشوفها احسن بلد في العالم. استاذه هبه عبد العزيز نورتيني، بشكرك جدا على الفقره ديت. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده، ان شاء الله نشوفكم بكره في حلقه جديده، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.